تحياتي لكم أينما كنتم. لعل الحدث الأبرز الحالي هو متعلق بالحضارة الفرعونية، موضوع نقل مومياوات ملكية من متحف التحرير إلى متحف الحضارة المصرية. هذا الحدث شغل جل وسائل التواصل الاجتماعي. الموضوع يتعلق بحوالي 22 مومياء ملكية، منها 4 ملكات. الموضوع كان حدثا ضخما عالميا أكيد، ويستحق. الحضارة الفرعونية زاخرة وتضم أسرار عديدة دفينة لم تكتشف بعد، واكتشفها أكيد جزء بسيط منها. الموضوع شغل مواقع التواصل الاجتماعي وكان حدثا عالميا، رصدت له أموال ضخمة كثيرة، يعني حتى أن البعض انتقد الموضوع وقال من المفترض أن ترصد إلى في جوانب أخرى، يعني لأن تفشي الفقر بالبلد. لكن تظل هذه الحضارة الفرعونية هي من الدعائم والأسس المعروفة في مصر، يعني يجب الحفاظ عليها. الموضوع شهد مشاركة نجوم عديدين يعني في الواجهة، حتى تم انتقاد بسبب غياب أسماء كانت متوقع حضورها وظهور أسماء لم تقنع الجمهور. مثلا يسرى لم يقتنع أحد بظهورها، هي منى زكي يعني، بعيدين كل بعد شكلا عن الملامح الفرعونية الأصيلة. تم التساؤل بشدة عن غياب سوسن بدر، تملك ملامح فرعونية يعني حقيقية شبيهة بالملكة نفرتيتي تقريبا. نفس الشيء بالنسبة لحنان مطاوع، لماذا لم تحضر وهي تملك كذلك شكل فرعوني. روبي أيضا والدة حنان، الفنانة القديرة سهير المرشدي، يعني كان من الأفضل أن تكون مكان يسرى مثلا، هي لها حضور وشكل فرعوني، حتى حضور ملكي حتى في إلقائها ووقفتها على المسرح. تذكرك مثلا بملكات الحضارة الفرعونية كحتشبسوت مثلا، أو نفرتيتي، أو كليوباترا، أو الملكتي. الحدث قبل حدوثه لم يمر مرور الكرام، وهناك أحاديث حول لعنة الفراعنة التي طالت مصر في الآونة الأخيرة قبل حصول الحدث، يعني لأن حدثت أشياء كثيرة، أحداث يعني مفاجئة وسلبية، يعني منها مثلا جنوح باخرة بحرية في قناة السويس، واصطدام قطارين في سوهاج، و أيضا سقوط عقار، وحدث وحرائق على ما أعتقد أكثر من حريق واحد ربما في أكثر من منطقة في مصر، وسقوط أعمدة. يعني الكل لمح إلى مسألة لعنة الفراعنة أصابت مصر في الوقت الحالي بسبب هذا الحدث، لأن نقل المومياوات من مقرها إلى مقر آخر. الموضوع يظل اجتهادات شخصية وأحاديث ووشوشات فقط يعني، وفي وشوشات أخرى من نوع آخر في كواليس الموضوع. يعني تم الحديث حول تنمر منى زكي ويسرى عن تواجد وحضور الفنانة هند صبري التونسية لأنها ليست مصرية، وعملوا جاهدات لإبعادها عن حضورها في الحدث. هذه أقاويل يعني ووشوشات يعني وراء الكواليس فيها جزء من الصحة. يعني أعتقد إحدى الفنانتين يعني شخصيتها منفسنة بعض الشيء كما نقول، يعني فيها خبط، لم أذكر الاسم أكيد يعني. أكثر موضوع شد انتباه العديدين وتداوله أكثرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي هي مومياء الملكتي، لأنها لا زالت تحتفظ بشعرها القوي الكثيف. يعني هذا طرح تساؤلات عديدة واستنتاجات عديدة ودراسات أجريت وأعيد طرحها مجددا حول أن الفراعنة كانوا يستعملون زيوت عطرية ودهون حيوانية مثلا للحفاظ على الشعر ولتقويته وتكثيفه ليظل يعني كمسألة تحنيط. يعني غريب أن يظل الشعر كما هو يعني بعد آلاف السنين. موجودة الصور، ممكن متابعتها ومشاهدتها. الحضارة الفرعونية سر دفين، لم يستطع أحد إلى حد الساعة صبر أغوار تلك الحضارة وأسرارها بأكملها.
من مسألة بناء الأهرام يعني وشكل الهرم يعني الذي يرمز إلى الطاقة أصلا، وكيف بني مع تواجده في تناغم مع الفلك، حركة فلكية معينة وكواكب معينة. يعني هنا أيضا موضوع الفلك وتأثير النجوم على هذا الوضع المعين ومركز البناء. مثلا ناهيك عن أشياء كثيرة، منها موضوع التحنيط لم يتوصل، أشياء كثيرة كثيرة جدا، مثل الشعر لا زال كما هو، هذا يدعو إلى التساؤل يعني منذ آلاف السنين مثلا والشعر كما هو. الحضارة الفرعونية أسرار وأساطير وأشياء دفينة، لم يستطع أحد سبر تلك الأغوار والكشف عن مكنونات تلك الحضارة العتيقة جدا. طبعا لا أحد ينكر أن تلك الحضارة هي حضارة عريقة وترمز إلى مرجع تاريخي، وترمز إلى حياة بأسرها كانت، بطقوسها، بفكرها، بثقافتها، وبعلومها أيضا. الجانب العلمي كان متقدم جدا، أيضا تروج للسياحة في البلد، يعني الأغلبية يزور مصر من أجل الأهرامات والحضارة الفرعونية أكيد، والتعرف على ذلك العالم. أنا عندي رأي شخصي يعني قد لا يتقبله الكثيرون، يعني طبعا الحضارة الفرعونية هي حضارة عتيقة وقديمة، لا أحد ينكر ذلك، وزاخرة بعلومها، بفكرها، بثقافتها، وبطقوسها، وبآثارها، مآثرها، لا أحد ينكر ذلك. لكن فقط هناك رأي معين، رأي شخصي قد لا يتقبله الكثيرون، يعني لا مانع من إظهار ذلك الجانب الحضاري يعني والثقافي حتى لترويج السياحة بالبلد، يعني وإظهار موروث معين، موروث ثقافي وعلمي لدى ذلك البلد. لكن موضوع يعني أن تكون جثث مهترئة فرجة للكل، هذا صعب يعني، لا أتقبله. يعني مثلا لو كنت مومياء لما تقبلت الوضع أن أكون فرجة للناس مثلا بذلك الشكل المهترئ. ربما قد يستغرب البعض من رأيي، لكن شخصيا أنا لا أتقبل أن أرى نفسي بهذا الشكل، يعني فما بالك أن يراني الآخرون وكل الناس يروني بذلك الشكل المهترئ المتآكل، بقايا جثة مثلا. صعب يعني أن تكون تلك الأشياء فرجة للناس. يعني الأشياء الأخرى، المعدات، الآلات، يعني الرسوم، المخطوطات، البرديات، هذه كلها، والأواني والحلي والذهب، هذه لا مشكل يعني، والمنحوتات والمآتر أي أشياء صنعوها وصنعتها تلك الحضارة، منها الأهرامات مثلا أيضا، لا مشكل يعني. لكن الأشخاص يعني المخلوقات البشر، يعني أن تظل بذلك الشكل فرجة، يعني لا أتفق صراحة. وهذا الرأي قد يصدم الكثيرون، يعني مع الحضارة، إظهار الحضارة أوكي لا مشكل يعني، لكن الجثث أن تكون فرجة، لا أتفق صراحة. لكن رأيي لا يهم أكيد، هذا رأيي الشخصي يعني. تحياتي. كان هذا فيديو موجز وملخص تقريري يخص حدث مهم تم بأرض الكنانة. دمتم بألف خير، تحياتي لكم، وكل عام وأنتم بألف خير بمناسبة حلول واقتراب حلول الشهر الفضيل. إلى لقاء قريب.